للقاءات مثلا، للحظات قليله قوي بره في المحكمه. شفنا المهندس خيرت الشاطر وهو بيقول كده مش عارف ايه مره في لحظه القبض عليه، حاجات بسيطه جدا. بس في كام لقاء طويل نسبيا، وخصوصا في لما كان ناوي يرشح نفسه في رئاسه الجمهوريه. فكان عمل لقاء طويل كده كانه بيقدم السي في بتاعه، يعني انا كان حياتي كذا وعملت كذا وبتاع، ومجموعه من الصور الفوتوغرافيه. وانا بحب الفوتوغرافيا قوي، بحب قوي اللحظات الستيلز دي، بتدي لك احيانا انطباعات، بتعرف تتعمق قوي في الصوره، لانه التعبير ده يقصد ايه غير اللي بيعدي بسرعه.